السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من الخبر الأول في المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بعد ساعات قليلة طبعا سيودع العالم عام 2020 بأحداث مختلفة. دعونا نستعرض لحضراتكم أهم الأحداث التي جرت في عام 2020 والتي كان أبرزها مقتل الإرهابيين الدوليين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وكذلك انتشار فيروس كورونا وأحداث أخرى كثيرة شهدها العراق. دعونا نشاهد. دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذا أو التغريدات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام في تويتر. لدينا تغريدة من أحمد السعدي يقول: الأحداث موجودة في كل سنة بحلوها ومرها، ما ميز 2020 أن الجميع كان أبطالها. أمانينا بعام نعوض فيه عن ما فقدناه أو نعوض فيه عن ما فقدناه بمزيد من السعادة والأمل. غيداء تقول: إن نجاتنا من هذا العام من أعظم النعم وأكبر الإنجازات. هكذا تقول غيداء. نور الهدى تقول: اليوم آخر أيام سنة 2020، وإن شاء الله نحن مقبلين بعد ساعات على سنة 2021، إن شاء الله تكون سنة أحسن من اللي قبلها. كل عام وأنتم بخير، والرحمة والخلود لكل شهداء العراق وخاصة شهداء ثورة تشرين ثورة المظلوم على الظالم. خالد عبد الرحيم يقول: شهد العراق عام 2020 انتفاضة كبيرة بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2019، ولهذا أطلق عليها الشعب العراقي اسم ثورة تشرين. تمكنت ثورة تشرين خلال 2020 من إرباك العملية السياسية كما كنست غبار الطائفية عن وجه المجتمع العراقي. طبعا مشاهدينا، كانت هذه طبعا جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر. أقدم شاب من مدينة الموصل على إحراق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق بعد رفع صوره في شوارع المدينة تزامنا مع اقتراب ذكرى مقتله بقصف أمريكي استهدفه في بغداد. وأكد مواطنون أن ميليشيا العصائب أقدمت على اعتقال عدد من المواطنين بعد هذه الحادثة وقامت بتعذيب أحدهم. فلنشاهد. نبقى في هذا الإطار، ومن الموصل ننتقل إلى قطاع غزة في فلسطين المحتلة، حيث أقدم مواطنون على إزالة صور قاسم سليماني من شوارع المدينة وتمزيقها ووصفوه بالمجرم. دعونا نشاهد.
هاي نبي نصور يا شيخ، بعطيك اياه سريع سريع. الله ينصرك يا شيخ، الله يلعن. ماذا قيل في هذين المقطعين؟ دعونا نشاهد هذه التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. أحمد يقول: والله ما حد طيح حظ العراق غير صور الأصنام اللي معلقيها بكل مكان. في تعليق من شمس العبيدي تقول: عاشت إيدك يا بطل، اللهم احفظ العراق يا رب، وإيران وميليشياتها القذرة هباء منثورة إن شاء الله، يبقى علم العراق مرفوع آمين. تعليق من علي العراقي يقول: عاشت إيدكم مخلين صورة هذا المجرم العجمي، الله لا يرحمه، كل واحد انقتل دمه برقبته لأنه أكبر عميل ودجال. ومحمد علي يقول: خلي ذيول إيران يعرفون ما أحد يريدهم. وهذا هو رد المجتمع العراقي. ليس اليوم هذا الموضوع، ليس وليد اللحظة، صور قاسم سليماني وغيرها من الصور التي تزال من شوارع المحافظات العراقية هي تدل على كره العراقيين لإيران وكل ما جاءت به. في خبر آخر، خرج خريجو الهندسة بمحافظة المثنى بتظاهرة من جديد أمام مصفات السماوة النفطي، وقاموا بغلق الطرق أمام الصهاريج والعجلات التي تريد الدخول، وذلك بسبب تجاهلهم من قبل الحكومتين المحلية والمركزية وعدم النظر إلى مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها منذ أيام. فلنشاهد هذا التصعيد اللي قام به مهندسين السماوي بسبب عدم الاستجابة لمطالب المهندسين، لا من قبل وزارة النفط، لا من قبل رئيس الوزراء، لا من قبل الحكومة المحلية. المهندسين مستمرين خطواتهم التصعيدية الحين تحقيق المطالب، تحقيق مطالب المهندسين بالتعيين. مر على اعتصام وتظاهرة المهندسين أكثر من سنة، المهندسين على هاي قاعدتهم أمام مصفى السماوة. فلنتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. في أول تعليق لدينا من نور تقول: لا تراجع ولا استسلام، التعيين مطلبنا وحقنا المشروع. تعليق من حنان تقول: انتفاضة مهندسي المثنى، التعيين مطلبنا، الإدراج على الموازنة حق من حقوقنا. نهى تقول: مطلبنا إدراجنا على موازنة 2021. وفي آخر التعليقات من محمد قاسم يقول: وفقكم الله وعاشد إيدكم على الثبات. هكذا ورد في هذا الموضوع. في صورة تعكس الواقع الخدمي المتردي والإهمال الحكومي المتعمد لمدن العراق، قام صحفي عراقي بتوثيق مقطع لقيام أهالي أحد الأزقة في منطقة الزعفرانية ببغداد وبشكل ذاتي بإكساء شارعهم بعد سأمهم من الحكومة من القيام بواجبها المتمثل بتوفير البنى التحتية لمدن العراق. فلنشاهد. في أحد الأزقة في محلة 958 قام الأهالي بتبليغ هذا الزقاق ضمن محلة 958 بعد أن عجزت الحكومة عن تنفيذ مطالبهم. ولو فشي بسيط، بس يعني عتبنا على الجهة المعنية، الجهة ذات العلاقة، أنه ناشدناها أكثر من مرة ولكن المواطن قام بتبليغ هذا الشارع. فشي بسيط، هذه أحد أزقة محلة 958. شكرا لكم، واتمنى توصل للجهات ذات العلاقة. نبقى في هذا الإطار في مشهد يعكس مدى يأس الشعب العراقي من أي إنجاز حكومي على جميع المستويات. قام أهالي قضاء المشخاب في محافظة النجف بتوزيع الحلوى أثناء قيام البلدية بإكساء أحد شوارع القضاء، وهو يعكس سخرية المواطنين الذين فقدوا أبسط حقوقهم وأبسط الأمور الخدمية لهم. فلنشاهد.
الانسانيات مال الشوي مال الصوبات ما بلقوا اليوم تبلغ رحم الله والديكم ومبارك للامه الاسلاميه والامه العربيه. دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. عمار عبد الله العبيدي يقول: مو مهم الشارع، المهم سرقة الأموال التي صرفت للشارع. هذا بالنسبة للمسؤولين. مصطفى الفتلاوي يقول: داك شوكليت ونفس المجاري يبلط عليهن وثاني يوم يكسر ويفلش يسوي مجاري. يعني يتحدث عن السياسة الفاشلة في موضوع الإعمار والخدمات. سامي يقول: الإعمار والإسكان، أين تذهب الأموال التي يستقطعونها من أصحاب المركبات عند تسجيلها أو تجديد السنويات في مديرية المرور؟ هذا السؤال. مؤمل يقول: توزيع الشوكليات إهانة لجميع المسؤولين بصورة غير مباشرة. وإن كانت بصورة مباشرة يا مؤمل، هل يتعظ المسؤولون في العراق؟ لا أعتقد. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة صندوق الوارد، وردتنا مناشدة دعونا نقرأها لحضراتكم على إحدى منصاتنا الإلكترونية. المناشدة تقول: الغوث الغوث، ارحموا السجناء في سجن التاجي، مدير السجن عصابته يساومون السجناء، يبيعون لهم أغراض بملايين الدنانير، وبعد فترة يدخلون عليهم تفتيش ويأخذونها منهم، والآن من بعد ما ساوموهم بمبالغ مالية مبالغ بها لم يدفعوا السجناء المبلغ، والآن المدير يريد أن ينقلهم من مكانهم للضغط عليهم، ويريد أن يرمي فرشهم وملابسهم بهذا البرد ليضغط عليهم وإجبارهم على الدفع. عملية ابتزاز يتعرض لها المعتقلون في كافة المعتقلات والسجون الحكومية والميليشياوية في العراق، بسبب موضوع أن هذا الأمر، موضوع المعتقلين، أصبح ملف تجارة يستخدمه من في السلطة، أحزاب السلطة والميليشيات، للمنفعة والمكاسب المادية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. الوسم نصر الله حرامي لبنان هو وسم انتشر على منصة تويتر بعد فضائح ميليشيا حزب الله اللبناني، والتي تمثلت بإلقاء القبض على شحنة مخدرات تقدر ب14 طنا في إيطاليا تعود لميليشيا حزب الله اللبناني، وأيضا تحكم حسن نصر الله ببورصة لبنان والتحكم بالعملة وتهريب الأموال إلى حسابات مقربين له خارج البلاد. دعونا نشاهد هذه التغريدات أو جزءا منها في تويتر. حمود السيف يقول: نصر الله حرامي لبنان، أموال السحت والحرام التي سرقها سيد الحرامية حسن نصر الله من الشعب اللبناني وهربها تحت أسماء وحسابات مختلفة، من شأنها أن تكفي للشعب اللبناني عشرات السنوات، وذلك بحسب تقرير جلوبال لمحاربة الإرهاب. إبراهيم الرماح يقول: نصر الله حرامي لبنان، لم يكن نصر الله يتوقع أن البركان الخامد سنين طويلة سينفجر في وجهه، رأى بعينه ما لم يخطر على باله يوما، وقيل له إن المحتجين أحرقوا صوره في معاقل حزب الله وفي الجنوب والضاحية الجنوبية وبعلبك والبقاع وعلم الحزب وشعاراته، بل وداسوا عليها. في تغريدة من ماجد السائر يقول: حسن نصر الله أو نصر الله حرامي لبنان، اختلاسات أموال من الدولة والتلاعب بسعر صرف الدولار والعملات، ثم غسيل أموال المخدرات والرشوات المشبوهة، والخاسر هو الشعب اللبناني الذي يزداد فقرا وحرمانا وضياعا. حماد الحماد يقول: نصر الله حرامي لبنان، كل مكان تمتد إليه الأيادي الإيرانية الإرهابية يتحول إلى خراب ودمار، ولن تنصلح الأحوال إلا بزوالهم وزوال ميليشياتهم وعملائهم. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم مشاهدينا الكرام. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة. تشهد الحدود بين السودان وإثيوبيا توترا وتصاعدا أو تصعيدا عسكريا. دعونا نتعرف مشاهدينا الكرام على تفاصيله وأسبابه بهذا المقطع من إنتاج شبكة AJ Plus عربي، فلنشاهد.
ننتقل إلى موضوع آخر. 50 صحفيا قتلوا خلال العام 2020 بحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود السنوي. هذا المقطع من إنتاج شبكة دي دبليو الألمانية، فلنشاهد. الآن دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر، دعونا نشاهد الآن. في مقاطعنا الأخيرة مشاهدينا الكرام، طفل يتحدى النيران لإنقاذ أخته، هذا المقطع من إنتاج شبكة أنا العربي، فلنشاهد. This is a message for Bridger. You're a hero.
What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. We are all so proud of you. We're going to be shooting Spider-Man 3, and if you ever want to come to set, you're always welcome. You'll always be my guest. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.